يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قال أحد العلماء في سياق الثناء على الله سبحانه: كان الله ولا مكان قبل خلق المكان ولم يتغير عما كان، ما معنى هذا القول وهل هو صحيح وهل فيه إنكار للعرش؟ نعم، كان الله، هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمى، يعني في فضاء، في فضاء. المكان مخلوق، والله منزه أنه يحل في المخلوق، والله جل وعلا لا يزال في العلو، الله جل وعلا كان في العلو أزلا وأبدا ولا يزال، وخلق المكان بعد ذلك. نعم، لأنه هو الأول، أليس قبله شيء، وهو الآخر، أليس بعده شيء. قال: في عمى، ما دونه هوى وما فوقه هوى، يعني مكان ليس مخلوقا، مكان ليس مخلوقا، ولا يزال جل وعلا في العلو، صفة ذاتية. أما الاستواء فهو صفة فعلية. نعم.